سألتني أم، ابني عمره 3 سنين وبيلعب مع أشخاص خياليين، وقت بيطلب مني حط على طاولة الغداء صحن لشخص مش موجود، هل هيدا الشي طبيعي أو بيستدعي القلق؟ صديق الخيالي هو أمر طبيعي عند الأولاد، خصوصا من عمر 2 لعمر 5 سنين. منلاحظ أنه الولد هو عم يلعب بيكون عم يحكي مع أشخاص غير موجودين، هيدا الشي بيساعده لينمي خياله ويشارك أفكاره مع أشخاص غير موجودين اللي هن الألعاب. بهيدا الطريقة بيكون عم يتقبلهم وعم يتعايش معهم أكتر. شو لازم على الأهل يتصرفوا بهيدا الوقت؟ من المهم أنه ما نفوت بلعبة الصديق الخيالي مع الولد، ما نشجعه عليها وبنفس الوقت ما نعيط عليه أو نقاصصه. إذا لاحظنا أن أولادنا بفضلوا يلعبوا مع أشخاص خياليين بوجود أولاد حقيقيين، أو أصبح هذا الصديق الخيالي مؤذي وعم بيسبب نوع من الخوف للولد، من الأفضل استشارة الأخصائيين.